بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت لأبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وأبى أن يبايعه. وعنه أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة إذ أقبل رجل من هذا الشعب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إني قد أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. فقال: هل من أبويك أحد حي؟ قال: نعم يا رسول الله، كلاهما. قال: فارجع أبرر أبويك. قال: فولى راجعا من حيث جاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هجرت الشرك ولكنه الجهاد، هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذن لك؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أبويك فاستأذنهما، فإن فعل وإلا فبرهما. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في بر الوالدين وحقوقهما والترغيب في ذلك. والأحاديث التي جاءت في هذا الباب كلها تفيد أنه يجب على الإنسان أن يبر أباه ويبر أمه، وأن يلزم طاعتهما فيما لا يخالف طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من وراء صلة الرحم وبر الوالدين يكون طول العمر الإنسان بالبركة التي تكون في عمره، وكذلك كثرة الرزق من وراء ذلك. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الأمس: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه، فليبر والديه وليصل رحمه. وهنا حديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت لأبايعك على الهجرة. الرجل جاء مبايعا للنبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وواضح من الروايات الأخرى أن هذا الرجل جاء بعد انقضاء الهجرة، بعدما فتحت مكة، فجاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، بعدما فتحت مكة ما فيش هجرة إلى مكة، فكل إنسان أسلم في مكانه فليلزم هذا المكان الذي هو فيه، وليفعل ما أمره الله عز وجل به من أوامر شرعية، وليجاهد في سبيل الله. ولذلك الرجل هنا لما جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة لم يبايع عليه الصلاة والسلام، فقد انقضى أمر الهجرة، ما فيش هجرة بعدما فتحت مكة. الرجل يقول: وتركت أبوي يبكيان، ترك أباه وأمه وهما يبكيان لفراقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تظهر طيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الولد أنه يعطف على والديه وأن يحسن إلى الوالدين: أنت أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يبقى ارجع أضحك والديك كما تسببت بفراقه إياهما في بكائهما. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وأبى أن يبايع، وأبى أن يبايع، رفض أن يبايع. وهنا لو كانت الهجرة واجبة لكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه على ذلك، ولكن الهجرة كانت مضت، الهجرة انقضت، قال لغيره: مضت الهجرة لأهلها، انتهى خلاص، سبق بها من هاجر قبل فتح مكة.
فبعدما فتحت مكة ما فيش هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإنما من أسلم فليلزم المكان الذي هو فيه وليجاهد في سبيل الله عز وجل. يبقى هنا ما كانتش الهجرة واجبة على هذا الرجل، ولذلك لم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كانت واجبة لبايعه وقال له ارجع، فلم يبايعه، دل على أنه انقضت أمر الهجرة لأهلها. رواية أخرى أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم قال: يا رسول الله، إني أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. يبقى الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب شيئين: إنه يبايع على الهجرة، وإنه يجاهد في سبيل الله عز وجل. أما الهجرة فرفض أن يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأنه انتهى زمن الهجرة، ما فيش هجرة إلى المدينة بعدما فتحت مكة. الأمر الثاني الجهاد. قال الرجل: قد أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. والجهاد عظيم جدا، الجهاد في سبيل الله سبحانه، من ورائه إما الفوز والغنيمة في الدنيا، وإما أن يكون الإنسان شهيدا وله الأجر عند الله، وفي الحالتين له أجر عند الله سبحانه، سواء أنه انتصر ولا أنه لم يكن كذلك. فالرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الجهاد، سأله: أحي والدك؟ أو هل من أبويك أحد حي؟ هل من أبويك أحد حي؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله، كلاهما، الاثنين أحياء. فقال صلى الله عليه وسلم: فارجع أبرر أبويك، ارجع بر أبويك، فهذا جهاد أيضا، أن تبر الوالدين هذا جهاد. وكأن الجهاد هنا لم يكن فرض عين على هذا الإنسان، لم يتعين، جاهد النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله سبحانه، وكان يبعث السرايا ويبعث الجيوش في كل عام مرة أو مرتين، كما قال الله سبحانه: أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فالله عز وجل فرض الجهاد على المؤمنين، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وخرج معه المؤمنون مجاهدين في سبيل الله عز وجل. فكان من الجهاد ما هو فرض عين عليهم أن يجاهدوا، وكان منه ما هو فرض كفاية. ففي فرض الكفاية كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرايا، ويمكث هو صلى الله عليه وسلم أحيانا، وأحيانا أخرى يخرج بنفسه. وسبب مكثه في المدينة أن بعض الناس كانوا لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما يقدرش أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مجاهدا، فلازم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مهما تكون عنده من الظروف. ولم يكن الجهاد في كل مرة فرض عين عليهم، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أحيانا، فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 20 غزوة عليه الصلاة والسلام، وجاهد وبعث سرايا في أكثر من 90 غزوة أو 100 غزوة، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا فيها العدد الكبير أو العدد القليل، ويمكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تطيبا لخاطر هؤلاء الذين لا تطيب أنفسهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ومكثهم في المدينة. فالغرض أن هذه المرة لم يكن الجهاد فرض عين على هذا الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع إلى والديه ويبر الوالدين. فإذا تعين الجهاد صار فرض عين على الجهاد على المسلمين، في حالة إذا نزل الكفار على دار المسلمين، يبقى هنا وجب على أهل الدار أن يدافعوا، وما فيش إذن للوالدين ولا لغيرهما، يجب عليهم أن يدفعوا الكفار الذين نزلوا عندهم في الديار. كذلك إذا استنفر الإمام البعض من المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يأخذ مجموعة من الناس: أنتم أخرجوا اذهبوا إلى المكان الفلاني. كذلك إمام المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمر المسلمين أن يخرج بعضهم إلى المكان كذا، صار فرض عين على هؤلاء الذين اختيروا أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله عز وجل. الحالة الثالثة إذا التقى الصفان، سواء كان في جهاد في فرض عين ولا في فرض كفاية، إذا التقى الصفان المسلمون مع الكفار صار فرض عين على الحضور جميعهم أن يجاهد. ففي حالة أن الجهاد فرضا كفائيا، فرض كفائي على المسلمين، يبقى لابد من استئذان الوالدين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه أمره أن يستأذن والديه. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم.
قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. هنا الجهاد في الوالدين ببر الوالدين، يبقى هنا في جهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد للكفار والمشركين. الجهاد إما أن يكون جهادا بالسيف والسنان، وإما بجهاد باللسان بالأمر المعروف وبالنهي عن المنكر بحسب الحال الذي فيها الإنسان. كذلك الجهاد جهاد في سبيل الله عز وجل، أن يبر الإنسان والديه، هذا من الجهاد في سبيل الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، وقال في الحديث الآخر فارجع أبرر أبويه. حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه بالمعنى نفسه، هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت الشرك ولكنه الجهاد. هجرت الشرك يعني أنت مهاجر من اليمن مهاجر إلينا هنا، يبقى أنت هجرت الشرك لأنك أسلم، فكل من أسلم فقد هجر الشرك، ولكن الآن عليك الجهاد. يبقى الهجرة من مكة إلى من مكة إلى المدينة هذه انتهى أمرها، يبقى الباقي إيه من الهجرة؟ هجران الشرك، فالرجل لما يسلم هجر الشرك، كذلك هجران المعاصي والذنوب، وهذه الهجرة الباقية إلى قيام الساعة، أن يهجر الإنسان الشرك، أن يهجر المعاصي، أن يهجر الذنوب، ويبقى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولكنه الجهاد، هل باليمن أبواك؟ هل باليمن؟ يعني الرجل مسافر من اليمن إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أبواك باليمن؟ فالرجل قال نعم. قال أزن لك، أزن لك. يبقى هنا الخروج كهجرة من اليمن إلى المدينة ليست واجبة على هذا الإنسان، إنما الفرض عليه أن يهجر الشرك بأنه كان كافرا فأسلم. الآن تريد أن تجاهد، مش فرض عليك الآن فرضا عينيا، يبقى انظر في بر الوالدين. قال أزين لك الوالدان، أزين لك في الجهاد؟ قال لا. قال فارجع إلى أبويك فاستأذنهما. طيب إذا رفض، إذا رفض الخروج للجهاد؟ قال فإن فعل وإلا فبرهما. إذا أذن لك في التطوع بالجهاد يبقى تعال وجاهد معنا، إذا لم يأذن لك في ذلك مش فرض عليك، في غيرك يكفي في هذا الشيء، فإذا وجد من يكفي في المكان يبقى ليس فرضا عينيا على غيرهم، إنما الفرض العيني على الموجودين على التفصيل الذي ذكرناه. حديث آخر لمعاوية ابن جاهمة، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك، أردت الغزو وجئتك أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة عند رجلها، فإن الجنة عند رجلها. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يريد الجهاد في سبيل الله عز وجل. الرجل يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، والمستشار مؤتمن كما جاء في الحديث، فالذي يستشار في الشيء فهو أمين على هذه المشورة أن يشير عليه بالصواب الذي يرى، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم يستشيره الرجل فيسأله إن أمك حية؟ فيقول نعم، فيقول أرجع إلى أمك فالزمها. قال إلزمها فإن الجنة عند رجلها، والجنة في طاعة الأم، الجنة عند رجلها. يبقى الإنسان لا يستعلي على أبيه ولا على أمه، ويلزمه أن يلزمهما في طاعة الله سبحانه وفي طاعتهما في غير معصية لله سبحانه وتبارك وتعالى، والجنة تحت أقدام الأمهات كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا يقول هذا الشيء، الجنة عند قدمها، يبقى الإنسان يذل نفسه لأبيه ويذل نفسه لأمه، ما يتأففش من ذلك، ما يستنكفش عن ذلك، حتى وإن هراه وحتى وإن آذيا، ولكن يتصبر في ذلك، لأن الجنة عند أقدام الأمهات. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للرجل، هنا في الرواية قال ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى، في مقاعد شتى، كأن الرجل لم يقنع، وجاء مرة ثانية في مجلس ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل، فكان الجواب هو نفس الجواب، وجاء له مرة ثالثة في مجلس ثالث فكان الجواب هو الجواب، يقول إلزمها، يعني إلزم أمك فإن الجنة عند رجلها. وهنا لاحظ التمييز للأم على الأب، الوصية بالأب مرة، الوصية بالأم ثلاث مرات، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالأم.
هنا لمعرفة حق الأم وتعب الأم. ويمكن كان عادة العرب أن الإنسان يحترم أباه احتراما شديدا جدا أنه أمام الناس، هذا ينسب إلى الأب، الأب يأمر، الأب ينهى، يستمع لذلك ويطيع في ذلك، طاعة عمياء للأب. الأم لعله ولعله، فكأن الوصية بالأم لهذا الشيء، يبقى لأن الأم هي التي تعبت على هذا الإنسان وحملته وأرضعته وفطمته وتعبت وسهرت من أجله، هذا شيء. الشيء الثاني أنه العادة اللي كانت جارية أن طاعة الأب هذا شيء أمام الناس أمر عظيم جدا عند العرب، الإنسان عنده أبوه هذا شيء عظيم وأمر أبيه يطيعه، نادر قوي أن الإنسان من العرب يعصي أباه في شيء. ولذلك لاحظ في الرجل اللي ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إن أنت بتقول ربنا أرسلك وأنت بتدعونا لهدم الأصنام وكذا، طيب أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ هنا إيه معنى هذا الشيء؟ يقول له أنت خير أم جدك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت خير أم أبوك عبد الله؟ مين خير؟ إن عادتهم الواحد لما يتسأل إن أنت ولا أبوك، ولا أبويا، أبوي. يبقى هنا الأب عنده له المنزلة العالية، فأبويا صح أبويا غلط أنا ماشي معه. ولذلك كانوا إذا سئلوا عن هذه الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله سبحانه قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، أبونا عمل كده هو صح اللي بيعمله، أبونا عنده أبو اللي بيعمله هو صح، ما قالش أمي، ما قالش أمي، ولكن ذكر الأب، كأن الأب عندهم له مرتبة تقديس عند أهل الجاهلية من العرب. فلما جاء الإسلام وصى بالأب، ولكن وصى وحس على الأم، لأن ما كانتش العادة أن إعطاء الأم هذه المنزلة العظيمة اللي كانت للأب. يبقى هذا من جهة، والجهة الأخرى لتعب الأم في سهرها وفي حملها وفي أرضاعها لهذا الصبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلزمها فإن الجنة عند رجلها، وكرر ذلك في مجالس عليه الصلاة والسلام. حديث آخر لابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. أي العمل أحب إلى الله؟ فمن أفضل الأعمال الإنسان يسمع الأذان يصلي الصلاة، يتوجه إلى بيت الله عز وجل يصلي الصلاة، إن كانت امرأة تصلي في بيتها. فهنا قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. الإنسان اللي بيصلي على وقتها هذا عرف قدر هذه الصلاة، فعرف فضيلتها، وخاف أن تفوت منه هذه الصلاة، إيش عرفني الموت حيجي لي أمتى، جاء وقت الصلاة رح تصلي هنا. وإن كان وقت الصلاة مفتوحا ما بينها وبين الصلاة التي تليها، فقد يؤخر الإنسان الصلاة مع الجماعة مثلا، كالإبراد بصلاة الظهر في الصيف مثلا، يجوز أنه يأخر صلاة الظهر في الجماعة، يأخر شوية لغاية ما تنكسر حدة الشمس. ولكن مع ذلك الصلاة على وقتها تكون عادة الإنسان أن يصلي كل صلاة على وقتها، هذا الأصل. للإنسان لا يدري أنه إذا لم يصلي الصلاة على وقتها حيمد له في العمر لغاية بعد ساعة كمان يصليها، ولا أنه يموت قبل أن يصلي هذه الصلاة. فيحثنا الدين على أننا نحافظ على الصلاة ونحافظ على أوقات الصلاة. إذا اعتدنا ذلك مش هيجي إنسان يأخر الظهر يصليها مع العصر، يخلي الظهر والعصر بعد المغرب، يجمع الصلوات كلها لغاية ما يترك الصلاة جميعها، فيصلي الصلاة على وقتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها أحب الأعمال إلى الله عز وجل. طب إيه اللي بعدها؟ قال قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. ثم بر الوالدين، بعد المحافظة على الصلاة على وقتها بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. ثم الجهاد في سبيل الله، كأن الإنسان الذي يحسن إلى والديه هذا مجاهد، يجاهد في سبيل الله عز وجل. ثم بر الوالدين فهي صلة، يبقى جهاد وصلة، زي ما نقول الصدقة على الإنسان الغريب والصدقة على الرحيم.
الصدقة على الغريب صدقة، الصدقة على الرحم صدقة وصلة، كذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل هذا جهاد، بر الوالدين جهاد نوع من أنواع الجهاد، والحالة الثانية الصلة التي فيها الأجر العظيم عند الله. يبقى هنا كأنه قدم في هذا الحديث بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، هذا ما لم يتعين الجهاد، فالجهاد في حال فرض العين يكون مقدما على غيره. يقول فحدثني بهن ولو استزدته لزادني. ده عبد الله بن مسعود يقول يعني لو استزدت النبي صلى الله عليه وسلم إن إيه من الأعمال خير كان زادني على هذه الأشياء. حديث آخر لأبي هريرة بالمعنى نفسه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عنده الكبر لم يدخله الجنة. رغم أنف رجل، رغم من الرغام، والرغام التراب، بمعنى التصق بالتراب، زي ما تقول له إيه مناخيرك تتمرغ في التراب، حط مناخيرك يعني بيدعو على إنسان بأن مناخيره تبقى في التراب، يدعو عليه بالذل يعني بالذل على هذا الإنسان. أنهي إنسان؟ قال أدرك والديه أحدهما أو كلاهما، يعني أدرك الكبر أحد والديه أو كلا الوالدين لم يدخله الجنة. لم يدخله الجنة المعنى إيه؟ إنسان صار أبوه شيخا كبيرا، صارت أمه عجوزا كبيرا، ومع ذلك لم يتسبب في دخوله الجنة. يتسبب إزاي بدخوله الجنة؟ ببر الوالدين، ببر الأب وبر الأم. البر عظيم جدا، والبر يجعل الإنسان يدخل الجنة ببره لوالديه، يوفقه الله عز وجل في الدنيا لأعمال الخير وفي الآخرة للجنة. فإذا الإنسان أدرك عنده والديه الكبر، السن الكبير، الشيخوخة، ومع ذلك لم يبرهما، يبقى هذا إنسان يستحق إن الله عز وجل يذله في الدنيا ويذله في الآخرة. فهو دعاء على الإنسان الذي لا يبر والديه، فاحذر أن تصاب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عقوق الأب والأم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الجهاد في سبيله وعلى بر الوالدين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.